توزع مبلغ البطاقة التموينية اللي هو كان بالضبط بحدود 10 دولارات على المواطن، لأن كان المواد الغذائية رخيصة، وتسع مواد تسع مفردات لكل مواطن الدولة تنطي شهريا. طبعا مدعومة أيضا، المواطن كان يدفع أجر قليل من يعني مقابل هذه المواد، ما راح يأخذها هو مجانا. المهم حدود 15، أنا سويت 15,000 دينار عراقي بذاك الوقت، كان تدري دينار عفوا الدولار مو نفس هذا السعر أكيد فرق، يفترض هسه تصعد ل 20,000 دولار، 20,000 دينار عراقي. لكل مواطن. طبعا هنا احنا ايش راح نسوي؟ عندنا ثلاث شركات بصراحه من شركات وزاره التجاره اللي هي متوليه عمليه البطاقه التموينيه. الشركه العامه لاستيراد المواد الغذائيه، والثانيه الشركه العامه لتصنيع الحبوب، والشركه الثالثه هي شركه الحبوب. احنا لازم ندمج بين الثلاث شركات بشركه واحده، وهناك يكون هناك شركه اخرى او من هذه الشركه تطلع تنبثق شركه. أنا طبعاً في وقتها طلبت أن تكون مساهمة حتى كل الناس البطالة يساهمون بهذه الشركة، ممكن يستفيدون منهم سنوياً كذا 1000 دينار من خلال الأرباح اللي ممكن تنتج. هذه عفوا 15,000 دينار يتوزع لكل مواطن من حق أبو البيت أو صاحب البطاقة التموينية، يقدر يسحب مال سنة مقدماً. إذا مثلاً عنده خلينا نقول 10 نفرات، 10 يعني معنات 150 في سنة، معنات تساوي لها بحدود 1,800,000 تقريباً تطلع، مو أكثر مو أكثر من الرقم. على كل حال المهم الرقم اللي يطلع ممكن يسحبه مباشرة، بس على أن يستقطع منه 8%، لأن إحنا راح نسوي بنك اللي هذه الشركة مختص يعني يستورد. طبعا احنا راح نقول ما الدوله ما عندها مبلغ باكمله ممكن تنطي، احنا ايش راح نسوي؟ راح نسوي نفتح خطاب ضمان، هذه الشركه راح تصير عندها مصرف وينودع به حساب المبلغ، ومن الشركه تعطى مو من الدوله، من الشركه هاي اللي داعش عنها تعطى هاي 20,000 دينار للمواطن. بس الشركه ايش تتولى؟ تتولى عمليه استيراد كافه البضائع، كافه المواد الغذائيه والمواد والسلع الاخرى اللي تطيل المواد الغذائيه عفوا للمفردات البطاقه التموينيه، فقط للمفردات البطاقه التموينيه والامور الاخرى. طبعا بعد ماكو شيء اسمه بطاقه تموينيه بالمناسبه، انا اعطيت مبلغ مقابل البطاقه التموينيه. راح نجيب بضاعه ونضخها بالسوق وباسعار موحده تبدي من زاخو الى الفاو في كل محافظات العراق. يعني مو واحد يبيع الشكر بكذا وذاك يبيع التمن بكذا، لا، سعر موحد لكافه البضائع، وتتولى عمليه شركه، هذه الشركة الكبيرة اللي حشينا عليها دمجناها الثلاثة، راح تكون هي متولية عملية الاستيراد والتصدير لكافة البضائع اللي موجودة. جيد. هنا قدرنا نسيطر على ماكو بضاعة فاسدة، بالإضافة إلى ماكو بضاعة اكسباير، بالإضافة إلى كل هذا فساد ماكو، أيضا ماكو صعود بالأسعار، متفاوتة الأسعار، أسعار واحدة راح تتم من زاخو إلى الفاو. بهذه الطريقه. زين دكتور، هذا المقترح انت ما قدمته؟ هذا في وقت انا بصراحه قدمته للسيد المالكي، وراها المالكي طلع بالتلفزيون الرجل واشاد بالمشروع، الان الكثيرين اللي لا يحبون الخير للبلد، المهم خلوا العصا يعني اكو رفض للموضوع، ما وقفوه. المهم اخر شيء ايضا قدمته للدكتور حيدر العبادي، هو هذا شوف النسخه من ذات تقرب الزوم، ذات النسخه طبعا انا حاكي كثير بعدين هسه ذات سحب الزوم. نعم واضح على الشاشه. نعم الدكتور حيدر العبادي ايضا قدمت هذا المقترح، وايضا هم قدر يسوي شيء الرجل في وقته، لان كان اكو من يعارض على هاي المشاريع.